الحاجة اللي انت بتحبها امشي فيها، اشوف ايه انت غاوي ايه بالظبط تعمله. مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة مش هنسى. هالي كشري مصري طويلة، لسه السهرة طويلة، ما يلا بينا نعيش الحياة، لسه السنين الحلوة جاية، والحب بحن النهاردة. أنا عبد المنعم أبو جبل، مؤسس ورئيس الكيان الشبابي سند شباب الصعيد. احنا جايين النهاردة من محافظات الصعيد العشر محافظات عشان نهنئ كشري أبو طارق لاختياره من ضمن أفضل 100 مطعم على مستوى العالم، وده كله بناء على تقييمات الأجانب وتقييمات السادة العرب اللي بيجوا المطعم هنا. عندنا هنا ده كان عالم في اواخر القرن 19، يعني قولوا 1860. ارجوك ما تكونش ساده، ارجوك ما تكونش ساده، ارجوك ده احنا استوينا. الراجل في سقاره وهو بيكتشف الاثار لقى فيه قدر او قدر فيه مطبوخ، المكونات الاتيه: عدس بجبه مطبوخ، قمح بقشره مطبوخ، شعير مطبوخ، حمص مطبوخ. كشري اصله ايه؟ اصله طارق.